بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اكلمكم عن كلمه بنقولها في القداس اغلبنا مش بيركز فيها او مش عارفين عمقها او اللي وراها. فمعلش هي بالرغم انها كلمتين بجد لفظين يعني، لكن في رايي تخلي الواحد طاير من السعاده قبل ما يتناول. كلمه اختارها القديس باسيليوس يختم بها القداس بتاعه: الجسد المحيي. الجسد المحيي بتتقال امتى؟ اخر فقره في القداس قبل التناول. ابونا والناس كلها المفروض تبقى في حاله سجود في اللحظه دي، اخر لحظه بيرفع الجسد كده عشان يعلن ايمان الكنيسه بالجسد بالصينيه اللي موجود في الصينيه، فيقول اؤمن 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 واعترف الى النفس الاخير. خلي بالكوا ده لسان الكنيسه كله، يعني كلنا بننطق على لسان ابونا. وعلى فكره في طقس قبطي جميل قوي لما يرسموا كاهن فينا يعملوا ايه؟ الاب الاسقف اللي بيرسمه او البطرك يعمل ايه؟ يقول له هات ايدك وحط ايدك معايا وقول معايا الحته دي بالذات. يعني انا لما اترسمت كاهن جديد مثلا بابا شنو ده يجيبني احط ايدي على ايده واقول معاه دي بالذات. ليه؟ لان ده ايمان الكنيسه. فاي كاهن لازم يبقى ده ايمانه لان ده اللي هيسلم للناس. اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو اللي احنا شايلينه ده الجسد. ما يقولش جسد المسيح على طول، ما طبعا جسد المسيح، لكن هو عاوز يحط الميزه المهمه اللي تفرق معانا كلنا: الجسد المحيي. مش الجسد الحي بس، ما هو طبيعي جسد حي، لكن هو مش بس حي، ده سر الحياة. يعني ده اللي يديك انت حياة، ده اللي فيه الحياة الأبدية. الجسد المحي الذي أخذه، ويبتدي يحكي، أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته. يبقى الجسد ده أصله إيه؟ أصله جسديا من بطن العذراء ولاهوتيا أقنوم الكلمة. جعل واحد مع ألوهيته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يبقى الجسد المحيي ده جسد المسيح. وأعترف إلى النفس الأخير لأن ده الجسد اللي هيديني حياة، ده اللي هيديني حياة أبدية. عشان ارتباطه إيه بالقيامة؟ أنا ليه اخترت الموضوع ده النهاردة؟ المسيح لما قام، هو المسيح كلكم عارفين انه ما تغلبش من الموت عشان يعني يغلبوا لنفسه، هو كده كده قدوسه الحي الذي ايه لا يموت. المسيح اقوى من الموت. انما مين اللي مغلوب من الموت؟ احنا. المشكلة عندنا احنا الموت زللنا كل يوم ياخد من الناس، وكلنا مستنين حكمه علينا. فهو مات لأجلنا وقام لأجلنا، عشان كده يقول القديس بولس أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. فلو ما كانش المسيح له المجد قام، يبقى احنا ما كناش هنقوم. يبقى صحيح دفع ثمن خطايانا، بس ايه؟ هنموت برضو. عارفين زي ايه بفتكرها ساعات؟ لما كانوا يضحكوا ويقولوا الدكتور ده شاطر قوي، عالج المريض من المرض بس المريض ايه؟ مات. الحقيقة هو عالجه من المرض بس لازم يعيش بقى، فاهمين ازاي؟ فالمسيح عالجنا من مرض اسمه الموت، لكن لازم نعيش للحياة الأبدية، وإلا يبقى القصة ناقصة. ده يخلينا نفتكر حاجة مهمة: هو مين المسيح أساسا؟ المسيح هو مصدر الحياة، هو رئيس الحياة. وعندنا قداس بيبتدي كده صلاة صلح تقول يا رئيس الحياة، لأن يوحنا يقول فيه كانت الحياة، فلما انفصلنا عنه راحت مننا الحياة. هي القصة كلها إيه؟ القصة احنا اتخلقنا جواه، فكنا عايشين على حس المسيح، ولما اخترنا الخطية عملنا سد بيننا وبينه فانفصلنا عن الحياة، فدب الموت في جتتنا. فيه كانت الحياة والحياة كانت من الناس. اللي قال رئيس الحياة القديس بطرس في الوعظة، قال رئيس الحياة قتلتموه
الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. قديس يوحنا قال فإن الحياة أظهرت، يقصد إيه؟ لما المسيح قام وهو رئيس الحياة أعلن عن الحياة الأبدية، خلاص غلب الموت، ودي الدليل أهو، واحد مننا مات وقام ومش بيموت تاني، يبقى ده مستقبلنا كلنا، لما نموت هنقوم ومش هنموت تاني، فيبقى الحياة أبدية. الحياة أظهرت ورأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. مهم ان احنا، معلش انا بكلم خدام، فايه يهمني حاجات تستوعبوها. هو المسيح مات ولا ما ماتش؟ لا ده مات 100%، بس خلي بالكم هو المسيح مات بجسده. احنا في صلاة الستة نقول ايه؟ يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب، وبعدها نقول يا من ذاق الموت بالجسد. ليه؟ لأن ما ينفعش أقول يا من ذاق الموت باللاهوت، ما تمشيش. الله ليس من صفاته الموت، فاهمين إزاي؟ مش حاجة في صفاته، فما تنفعش إنك تقول زي ما أقول لك أنت إيه فلان طار. طار يعني إيه؟ طار دي مجازي، ما فيش إنسان بيطير، دي مش في صفات البشر. فلان بقى أكل، فلان شرب، فلان نام، فلان كذب، هذه صفات البشر، لكن طار دي مش صفات البشر. فليس من صفات الألوهة الموت، عشان كده نقول قدوس الحي الذي لا يموت. هنا يجي لغز غريب جدا، نيقوديموس وهو بيكفنه يعني بيقول انه مات بيسبح ويقول قدوس الحي الذي، لخبطنا بقى، ما هو ميت اهو، مش انت بتدفنه بايدك بتكفنه بسرعة عشان السبت داخل عاوزين يلحقه وهتحطه في القبر، يعني مات ولا لا؟ مات. بس هو ادرك السر، فهو بيقبره ويحطه في القبر بيقول قدوس الحي الذي لا يموت. اذا المسيح مات بناسوته، بجسده، بحكم انسانيته، بطبيعتنا البشريه اللي فيه، اما لاهوته ما بيموتش. فهمتوا الفكره؟ دي حته مهمه قوي. ليه؟ عشان لما تناول الجسد يطلع سؤال ساعات غريب جدا، هو انا باخد جسد المسيح في لاهوت ولا لا؟ لو لم يكن في قوه الله يبقى ما فيهوش جسد محي، لان الحياه كلها مرتبطه بألوهة المسيح، لكن الجسد ده هو اللي مات وقام، فيحمل قوه القيامه، قوه الحياه الابديه. عشان كده يقول الذي اقامه الله ناقضا اوجاع الموت، يعني لما قام كسر شوكه الموت، الموت اللي بيوجع ده ما بقاش بيوجع خلاص، بقى الموت ده حاجه عاديه خالص، بالظبط نومه هتصحى منها، ما عادش يفرق معانا خالص، لان المسيح طلع منه السم بتاعه. عارفين لما يكون تعبان وتاخد منه السم بقى تعبان لعبه ما بيقرص، فلسه بنموت بس لعبه، يعني ما فيش سم خلاص، احنا لسه بنموت بس ما بنخافش، احنا بننام، هننام ونصحى نشوف المسيح بعينينا، طب ده خبر حلو، يا ريت ننام، ما عندناش مشكله. زمان لا، الموت مرعب، شوكه، اين شوكتك يا موت، غلبتك يا هاويه. ربنا يسوع قبل على طول صليب يقول لهم اما انتم ترون اني انا حي فانتم ستحيون. يعني ايه؟ خلي بالكم دي مرتبطه بالافخارستيه، بما ان المسيح حي لانه مات وقام ولا يموت الى الابد، لانه حي جسده حي ومحي، عشان كده بنقول اؤمن ان هذا هو الجسد المحي. ده معناه يا جماعه كل مره تتناول افتكر اللي انت بتاكله ده هو اللي هيدخلك السماء، ببساطه كده، حتى لو انت مش فاهم اللي انا بقوله، بس ده ايمان الكنيسه خلاص. المسيح ادانا الدواء اللي نحطه في بقنا ما بنموتش، عشان كده بنناول الاطفال ونناول الناس اللي على قدها في التفكير، ما عندناش مشكله. ليه؟ هو الدواء لازم تفهم مفعوله؟ انت بتاخد الدواء على ايمان الطبيب، الطبيب فاهم الدواء ده بيشتغل ازاي وعارف انه بيجيب نتيجه كويسه، انت تقول له هات الدواء وخلاص.
فحتى لو ما انتش مستوعب أسرار العمق اللي ورا سر التناول ده، انت بتيجي بإيمان الكنيسة بتقول الكنيسة دي أمي، عارفة تديني الدواء المناسب، فبتقول لي كل هاكل وده يعفيك من الموت، خلاص أنا كده مبسوط. عشان كده في آخر القداس تحط قدامنا كلمة الجسد المحي. الجسد المحي ترجعنا بقى الكلام المسيح عن الإفخارستية. قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم. يبقى الجسد إيه؟ محي. فهمني ولا تهتوا؟ ما هو لو كان الجسد مجازي يا أحبائي، لو كان الجسد مجرد فكرة، مجرد تذكار عقلي، ما كانش يمنعني من الحياة، أكلت أو ما أكلتش مش فارقة. لكن ده بيقول لي تحذير، لو ما أكلتش من الجسد ده مش هتعيش، زي لو ما خدتش الدواء هتموت. عارفين لما الواحد يلدعه حية أو عقرب، في حاجات سامة بتموت في بعض ساعات، لازم تاخد حاجة اسمها الأنتيدوت، اللي هو إيه؟ الدواء عدو السم اللي دخل، ولازم تاخده بسرعة وإلا هتموت. الدواء هو جسد المسيح المحي، وما كانش يقدر يدهولنا غير لما يغلب الموت بقيامته. واخدين بالكم؟ ولأنه هو حي إلى الأبد وقوة الحياة فيه، عمل العشاء الرباني قبل ما يموت ويقوم. الحتة دي بتلخبط الناس ليه؟ لأن المسيح له المجد داخل بإرادته يموت ومتأكد إن هيقوم. الجسد اللي بيموت بيه هو نفسه جسد فيه حياة أبدية، في قوة القيامة، فيقدر يدهولنا قبل ما يموت ويقوم. أقولها تاني، دي تلخبط شوي. دايما نتسأل سؤال، هو المسيح إزاي عمل العشاء الرباني وقال خذوا كله هذا هو جسدي الذي إيه يكسر ودمي الذي يسفك؟ طب ما هو لسه ما تكسرش على الصليب ولسه ما نزلش على الصليب الدم. بس لأن جسد المسيح يحمل القوة، يحمل الحياة من قبل ما يدخل على الموت، ما جاتلوش من بر، فهو داخل على الموت بقوة القيامة، فمتأكد أنه هيقوم. فقوة الحياة في جسد المسيح حتى من ليلة خميس العهد. بس احنا ما تناولناش غير بعد القيامة عشان نستوعب الفكر. يبقى هو مات وقام وادانا الجسد اللي فيه مفعول الموت والقوم. واخدين بالكم؟ احنا بناكل جسد المسيح اللي مات وقام، فانا باخد كل مفعول موت المسيح وكل مفعول قيامة المسيح في كل مرة بتناول. هي دي قريبة ايه لحاجة تانية انتوا عارفينها، يوم ما تعمدت حصل ايه؟ برضو المسيح مات وقام. انت لما تعمدت نزلوك في المية فطسوك موتوك وقمت، حصل ايه؟ حصل في السر ده، في المعجزة دي، ان مفعول موت وقيامة المسيح دخل جسمك، انت مت معاه وقمت معاه. طب يبقى كل ما نغلط نتعمد؟ لا، كل ما نغلط نتوب ونتناول. فهمتوا؟ ده بيجدد المفعول بتاع المعمودية. فكأن المسيحي شغال على الاتنين دول، ابتدى بمعمودية وعايش توبة وتناول. المسيحي اللي فاهم صح ابتدى بمعمودية، مات وقام، خلاص ما بقاش ضمن البني أدمين العاديين، الموت بالنسبة له بطل، الموت اللي في الشارع شغال لسه. السم في حياة الناس ما بطلش مفعوله، لأن هم ما لزقوش في المسيح، احنا لزقنا له يوم ما تعمدنا، فالسم مفعوله في جسمنا احنا بطل. طب انا لما برجع اغلط برجع أجرة الخطية موت، الموت هيرجع يقوى عليا. لا، علاجها سهل دلوقتي، علاجها سهل، هتقول سامحني يا رب من قلبك طبعا، تتوب وتيجي تتناول، يحصل ايه؟ تاخد موت وقيامة تاني، تاخد قوة جديدة اسمها قوة القيامة. قوة القيامة يعني الحياة الأبدية برضو. عشان كده المسيح حطها بطريقة إن كان أحد لا يأكل ولا يشرب مالوش حياة فيه، هما الإيه اللي فيه؟ موت. هو لسه عايش في حالة موت لأنه مش بيأكل جسد محيي، مش بياخد الدواء، فمش بياخد الدواء يبقى الفيروس شغال جوه، الموت عمال يمشي في جسمه.
عشان كده احنا ما عندناش عيد من غير تناول. فهمتوا ليه؟ حتى شعبنا البسيط تلاحظوا يا اما يتناول سبت النور يا يتناول ليله القيامه. ما يعرفش يحتفل بالعيد من غير ما ناكل الجسد والدم، مع ان نص الشعب على الاقل مش فاهم يعني اخطيت يعني، ما جايين كده طيبين يعني. بس على فكره ما يخسرش كتير، هما بيحبوا ربنا ومتبرمجين صح. متبرمجين ان احنا ايه فرحتنا ما تكملش غير لما ناخد جسد المسيح ودمه. ويسمع هذا هو الجسد المحيي يقول لك بس عاوز من ده، اديني الحياه الابديه دي، فيتناول ويروح فرحان خلاص. يبقى العيد ابتدى. اذا احنا مرتبطه جدا جوانا ان ما فيش عيد له طعم من غير تناول. ليه؟ التناول انا بتحد بالمسيح اللي اتولد من اجلي ومات من اجلي وقام من اجلي وصعد من اجلي وحط روحه فيا. انا هو ده اللي قدامي، هو اللي بشوفه بعينيا، هو اللي بيدخلني. فواضح ان فكره الجسد المحيي هي اللي تديك بهجه القيامه. عشان كده بزعل جدا لما اعرف ان انتوا كخدام يوم العيد ما تناولتوش. بقول هم فاهمين ايه ده؟ ما يبقى هيفرحوا ازاي؟ طيب هيعيدوا ازاي؟ ده هي حلاوتها في اللحظه دي. لانك لما بتاكل جسد المسيح ودمه يعطى لمغفره الخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منه. بصوا لما اتكلم عن المعموديه، ما هو المعموديه هنا تحسسك انها قريبه قوي للتناول، بس المعموديه هي البدايه والتناول هو الايه؟ الديناميك المستمر. لما بولس شرح المعموديه قالها بنفس الطريقه، قال ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته. شبه موته لما كان بيشرح المعموديه، روميا 6 ده اصحاح المعموديه. نصير ايضا بقيامته. يعني ايه؟ متنا معاه وقمنا معاه، اتحدنا به في موته واتحدنا به في قيامته. خدنا منه قوة الموت، فالشيطان ملوش سلطان علينا، احنا متنا خلاص، واتحدنا به في قوة القيامة، فاتكتب اسمنا في سفر الحياة وبقينا داخلين على السماء. عشان كده تلاحظوا القداس الجميل بتاعنا او القداسات عموما لازم يجي في النص نقول ايه؟ نسجد لجسدك المقدس. عارفين ايه قيمتها دي يا جماعة؟ عشان لو فينا واحد مش مقتنع انه جسد مش هينفع يسجد. لو هو كده وكده كلمة نسجد يبقى حقيقي. فهمتوا؟ مع الواحد بيسجد لربنا. فنسجد لجسدك المقدس ضمنيا بتقول ايه؟ اؤمن ان هذا هو الجسد المحيي الذي اخذ ابنك الوحيد. طبعا بشكل فائق للعقل، يعني ايه؟ الموضوع مش فلاش، مش لحمة، لا، بس ده سر. فالمسيح له المجد قادر على كل شيء، قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، خلاص يبقى هذا هو جسده، يعطى لمغفرة الخطايا، خلاص يبقى غفران الخطايا. غفران الخطايا دي ريليتد أكتر للصليب، والحياة الأبدية ريليتد أكتر لإيه؟ للقيامة. فيعطى لمغفرة الخطايا لأن ده الجسد المذبوح من أجلنا، وحياة أبدية لأن ده الجسد اللي قام من الموت. فأنا باخد البركتين الكبار دول، لأنه مات وقام يبقى شال الخطايا واداني حياة أبدية. في كورنثوس لما بولس لقى بقى أن الناس مش مقدرة الجسد المحيي، قال بقى كلام ناشف قوي، لأن القصص دي من بدري موجودة في الكنيسة. قال أي من أكل هذا الخبز، وده يأكد أنه مش فلاش، يعني مش لحمة، احنا هيفضل مذاقه خبز. أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق. عارفين هنا بدون استحقاق يعني إيه؟ يعني لا يؤمن أنه جسدك المقدس أو الجسد المحيي، فيبقى ما يستاهل شكله. واخدين بالكم؟ يكون مجرما في جسد الرب ودم. يبقى أجرم في حق ربنا أن ربنا يدينا جسده نقول له لا ده مش جسدك. يدينا الحياة الأبدية في الدواء ده، في الجمرة دي، وبعدين نقول له لا ده مش مؤثر. تصور بقى، يبقى المسيح عامل كل ده عشان يدينا جسده، تجسد عشان يدينا جسده، مات على الخشبة عشان ناخد قوة الغفران في جسده، قام من الموت بلحمنا ودمنا عشان يدينا قوة القيامة في جسده. طب خده كله بقى جسدي، نقول له لا مش هو،
تبقى فعلا انت اجرمت. ليه؟ لانك ضيعت التعب المسيح كله. ده هو جه عشان يدينا جسده ودمه، ومات عشان يدينا جسده، وقام عشان يدينا جسده. طب انت خد بقى عالجاهز الدواء اللي فيه كل حاجة. احنا بقى كنيسة حافظين وفرحانين وزي العيال الصغيرين، يعني حتى لو مش فاهمين كل حاجة بس مبسوطين مصدقين. فنقول أمين أمين أمين، بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة. يعني احنا كل مرة هنتناول، لأن المسيح قال كده، كل مرة هتتناوله هتشهدوا ان انا مت وهتشهدوا ان انا قمت. لان الجسد اللي هتاكلوه ايه؟ هو الجسد المصلوب وهو الجسد القائم. فانت لما بتتناوله بتؤكد بتعلن انك المسيح بتاعك مات وقام بجد بأمارة ان جسده محيي، وانت بتاكل الجسد المحيي. عشان كده برضو اقول اخر كلمة يختم بيها الشماس نيابة عنا، كأننا كلنا هنتناول هنقول اللي يقوله الشماس. عارفين آخر كلمة في القداس خالص؟ أؤمن أؤمن أؤمن، هذا هو بالحقيقة. يعني ده مش كده وكده، ده بجد. فهمتوها؟ هذا هو بالحقيقة، يعني ده مش مجازي، ده مش رمزي، ده مش خيالي، ده مش مجرد تعبيري، لا لا لا، هذا هو حقا الجسد اللي خده من بطن العذراء واتحد بلاهوته وعاد وعلقه على الصليب وقام من الموت. هو ده اللي انا هتناول منه. من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. عارفين أنا اللي هي إيه؟ أنا يعني الجسد اللي كاله هيقيمه في اليوم الأخير. أنتوا يا جماعة أنتوا بتتناولوا، ما تخافوش من الموت. خلاص الموت ملوش سلطان، انت الدواء جوه جسمك. عارف اللي خد التطعيم يدخل على اي مكان فيه مرض بس واخد تطعيمه مش خايف. ليه؟ لانه عنده التطعيم. هي نفس الفكرة. خلاص انت اتطعمت بالتطعيم اللي يمنع عنك الموت، بس غيرك ما اتطعمش، تخاف عليه قوي يموت. لكن طالما انت بتتناول خلاص دي نومة جميلة جدا وحلم جميل تصحى منه على أحلى حقيقة. جسدي مأكل حق، مأكل حق يعني مأكل حقيقي، يعني هيتاكل بجد. لهذا هو بالحقيقة أمين، دمي مشرب حق. يبقى المسيح كان عارف أن هيجي زمن الناس تقول هو حق ولا مش حق، حقيقي ولا مش حقيقي. المسيح جاوب على السؤال من قبل ما يتسأل. جسدي هيتاكل بجد ودمي هيتشرب بجد. ساعتها اليهود ما عجبهمش الكلام ورجعوا ومش عاوزين يكملوا، لأنه دماغهم تعباهم، حكماء وفهماء وعلماء. قال لهم أنا مش بكلم الحكماء، أنا الأطفال بقول لهم ده جسدي، يقولوا لي شكرا، يقولوا لي هات ناكل. ده الدواء اللي يدي الحياة الأبدية، يفتحوا بقهم على طول وفرحانين. فعاوزنا كلنا أطفال ندخل بالطريقة دي. من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. طالما أنت ثبتت فيه بقى حصل إيه؟ لا يمكن تموت، لأن هو رئيس الحياة، القيامة كلها فيه، هو لا يغلب الموت أبدا. فأنت ثابت فيه لن يغلبك الموت. سموه الأباء زمان دواء عدم الموت، ترياق عدم الموت. عشان كده وانت بتتناول دايما حط المشاكل المرتبطة بالموت. يعني كلنا عندنا لسه شوية مخاوف، دايما وانت داخل تتناول قول له يا رب يلي غلبت الموت اغلب خوفي، خوفي من المرض، خوفي من المستقبل، خوفي من الأخبار الوحشة، خوفي من الموت. انت غلبت الموت بأمارة جسدك المحيي. طب انا هتناول عشان تغلب فيا الخوف. اذا علاج الخوف التناول برضه. يلي غلبت الموت اغلب خطيتي، انا لسه بغلط بس جسدك في قوة، قوة غفران بحكم الفداء وقوة حياة بحكم القيامة، فاغلب الخطية واغلب الموت اللي فيه. يلي غلب الموت احسبني مع اللص اليمين. اللي مات معاك ففي نفس اليوم دخل الفردوس معاك، فاذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. أتمنى ما يكونش الموضوع صعب،
بس أنا نفسي تفهموا إن في كلمات عميقة قوي بتتقال مفرحة جدا، إنك أول ما تسمع الجسد المحي تعرف إن ده الجسد اللي قام به المسيح. والنهاردة أنت مش هتشوفه بعينك بس، ولا هتلمسه من بعيد حتى تبقى زي المجدلية، أنت هتاكله، هتاكل الجسد المحي، فالحياة كلها تدخلك، فالموت خلاص ملوش سلطان عليك، فتبقى مطمن وعايش منتصر على الموت وكل بقى عيال الموت من الخوف والخطية والقلق والضعف وهكذا. لإلهنا كل مجد وكرامة.